مما بلغنا من الاستضمار الفرنسي أثناء احتلاله للجزائر أنه انتقى 10 فتيات مسلمات جزائريات وأدخلهن في مدارس فرنسية ليعلمهن الثقافة الفرنسية واللباس الفرنسي وكل ما يتعلق بطمس الهوية الجزائرية المسلمة. وبعد 11 عاما من التكوين والفرنسة هيئ حفل تخرج، حفل باطنه وظاهره الاحتفال بطمس الهوية الجزائرية المسلمة، حفل دعي إليه الإعلام، الوزراء وكل كبار الدولة في جميع المستعمرات ليفرحوا جميعا بصنيعهم بعد أكثر من قرن من الاحتلال. وحين دعي الطالبات للخروج فإذا بهن يخرجن جميعا بلباس ساتر لجميع الجسد وهو الحايك. وهنا فوجئ الجميع، وماذا صنعت فرنسا في الجزائر بعد أكثر من قرن من الاستعمار؟ فأجاب وزير المستعمرات يومها: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ سلمت عقولا ينهشها زيف الأحلام. خلق أبناؤنا لزمان غير زماننا، زمان يحاول سحق القيم والمبادئ بشتى الوسائل والطرق، زمان يحتم عليك جهدا مضاعفا للبحث عن أفضل السبل لإنقاذ بذور الخير في ولدك. تحب أن تنعم بثمار التربية الصالحة، تخلف بعدك صدقة جارية. رافقني في هذه الحلقات لنستثمر في أثمن ما نملك، ونتعهد نبتنا حتى يستوي على سوقه، فيكون بإذن ربه نباتا حسنا. غريب سرق هويتها وفراغ بعثر طاقتها. غريب سرق هويتها وفراغ بعثر طاقتها. دنيا ما لن يغدو هدفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تذكرة لأولي الألباب، وصلاة وسلاما على درة المقربين والأحباب وعلى آله والأصحاب. القرآن الكريم هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين هداية ورحمة لنا. يقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فلا أفضل ولا أحسن ولا أجمل إن كنت تريد أن تصل بابنك إلى بر الأمان أن تنشئه على القرآن حفظا، قراءة، تدبرا، سماعا، المهم أن تنشئه مع القرآن. وهذا ما لن يستطيع المفسدون كلهم أن يمنعوك منه. وإن حاول البعض في كل مرة أن يربط بالقرآن الكريم زورا تدني النتائج المدرسية أو التسرب المدرسي، مع أن الواقع يثبت العكس كل سنة، فالمتفوقون وأصحاب المعدلات العالية دائما هم من أهل القرآن. كما أثبتت كثير من الدراسات أنه كلما زاد احتكاك الطفل بالقرآن الكريم كلما زاد حفظهم وقويت ذاكرتهم وزاد استيعابهم وبالتالي تحسنت نتائجهم. واحتكاك الطفل بالقرآن الكريم لم يقف عند التحصيل الدراسي فقط، بل كان له الأثر الواضح في اتصافهم بالقيم الأخلاقية كالصدق، بر الوالدين، أدب الحديث، النظافة وغيرها الكثير من القيم. لذا نجد حتى بعض اليهود والمسيحيين من العرب من ألزم أبناءه حفظ القرآن الكريم لعلمهم تأثيره الإيجابي عليهم. فقد ثبت علميا أن مجرد السماع للقرآن الكريم يحدث تغيرات فسيولوجية لا إرادية في الجهاز العصبي، وكلها تعود إيجابا على الإنسان بالطمأنينة والراحة والإبداع. ومن المستحيل تماما أن نحصر الاكتشافات والدراسات العلمية المتعلقة في القرآن الكريم في حلقة أو في سلسلة، ونحن نرى أنه لا يمر يوم إلا ويكشف سر من أسرار القرآن الكريم. ولكني كلما بحثت أو نظرت في تأثير القرآن علينا إلا ويحضرني قول القائل: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن.
أولا حاول قدر المستطاع أن تغرس في ابنك حب القرآن، لأنك إذا استطعت أن تغرس فيه الحب من الداخل فقد نجحت في الشطر الأكبر. حدثهم عن ثواب وأجر الحفظ والقراءة والتدبر، فأنت قدوتهم والأطفال بفطرتهم مولعون بالتقليد. إنك إذا قرأت القرآن أمامهم فإنهم سيقبلون على كتاب الله. اجعل لهم مصحفا خاصا، لكل طفل مصحفه الخاص، فهذا يثير فيه غريزة التملك. أيضا المكافأة والإثابة، ليكن يوم إتمامه للصورة أو الحزب أو الجزء يوم تقدم له فيه هدية، فيربط القرآن بشيء محبب لديه وهو الهدية. أيضا التركيز على الأسهل بداية، لتبدأ معه بالآيات البسيطة القصيرة أو الصور القصيرة، فهذا أسهل له ويناسب سنه. بالإضافة إلى الشرح والتفسير، لأن فهم الآيات يساعد على الحفظ. بث روح التنافس، ربط الطفل بحلقات التحفيظ في المسجد، هذا ينمي فيه التنافس وينمي فيه أيضا مهارة القراءة والتسميع. أخيرا استعمل كل الوسائل الحديثة التي يمكن أن تستعملها في تحفيظ القرآن الكريم، فهذا يشعره أنه يستعمل التقنية كأبناء جيله ويساعده في الحفظ أيضا. ومن أفضل ما قال الناصحون: علموا أبناءكم القرآن وسيعلمهم القرآن كل شيء. السلام عليكم. لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة، كن معه.